نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية. تقلبات جوية منتظرة بداية من ظهر اليوم، ووزارة الفلاحة توصي الفلاحين والبحارة بأخذ الاحتياطات اللازمة. إطلاق برنامج لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة بتمويلات ناهزت 30 مليون دينار. التبذير الغذائي في تونس ومخاطره البيئية والصحية المتنامية محور تقرير في النشرة. وفي العالم، استشهاد 16 شخصا في لبنان جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تنطلق اليوم الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، وقد اقتنت تونس نحو 300 ألف جرعة تلقيح ستوزع بين مراكز الصحة الأساسية والصيدليات الخاصة، وفق المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رئيس اللجنة العلمية للتلقيح رياض ضغفوس. وعشية انطلاق الحملة، أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها توسيع خدمات البوابة الوطنية للتلقيح إيفاكس بدءا من اليوم الخميس، لتشمل تسجيل التلقيح الروتينية للأطفال والتلقيح الموسمية. ودعت الوزارة إلى التسجيل بالبوابة الإلكترونية للتلقيح إيفاكس www.evax.tn لمتابعة مواعيد التلقيح الشخصية، مؤكدة ضمان سرية المعلومات حسب ما جاء في البلاغ. يتميز الوضع الجوي اليوم بتراجع ملحوظ في درجات الحرارة ونزول أمطار بالشمال والوسط، وتكون غزيرة بمناطق الشمال الشرقي. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة بن سعد، ومزيد من التفاصيل. بالنسبة ليوم الخميس، الطقس مغيم جزئيا في الصباح، ثم تدريجيا تتكاثف السحب في فترة ما بعد الظهر، مع توقعات من نزول أمطار تكون أحيانا غزيرة بمناطق الشمال و محليين الوسط، وتكون هامة خاصة بمناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح أعلى الكميات ما بين 40 إلى 60 مليمتر، تصل المحلين إلى حدود 80 مليمتر مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وكذلك هبوب رياح قوي. كما من المتوقع تواصل نزول الأمطار كذلك يوم الجمعة، تكون مؤقتا من العادية ومحلين غزيرة بمناطق الشمال وكذلك الوسط. وتبعا لهذه التوقعات، أوصت وزارة الفلاحة الفلاحين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواشي والآلات الفلاحية والتجهيزات ووضعها في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية. كما أوصت البحارة بعدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللازمة إلى غاية استقرار الأوضاع الجوية. أكد رئيس الحكومة كمال المدوري أن الدولة التونسية عازمة على توفير مناخ استثماري جيد للمستثمرين التونسيين والأجانب، وخاصة في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة. وقد جاء ذلك في لقاء جمعه أمس برئيس مجلس إدارة مجمع تويوتا نوبيهيكو موراكامي. وأبدى المستثمر الياباني من جهته عزم المجمع على إنجاز مشاريع أخرى بتونس في مجال الطاقات المتجددة في الفترة القادمة، بما يعزز جاذبية الوجهة الاستثمارية لتونس في هذا المجال. وتتواصل اليوم بتونس أشغال المنتدى الإقليمي حول توسيع نطاق الاستثمار في الطاقات المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية، والذي تنظمه على مدى يومين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبحضور خبراء من عدة دول. مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتح الحنشي:
بعد تجربة قمنا بها في تونس مع بلدان أخرى كما الأردن ولبنان، توصلنا وأنه يلزم إلى أهمية خاصة للاستثمار في ميدان التطبيقات الصغرى للطاقات المتجددة في الوسط الريفي، وأنه يكون فما آليات تمويل، وخاصة مع أنت تمويل في إطار تمويل المناخي الدولي، ويلزم يكون فما تدخل من عند البلدان اللي تساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة وتساهم باش يكون فما تلوث في العالم، يجب تتدخل باش تمول المشاريع هذه اللي هي تعاون برشا الناس باش يكون فما اقتصاد محلي ينتج، وفما بطالة تنقص، وفما نسبة بتاع فقر تنقص. أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني أمس برنامجا لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة، هو الأول من نوعه بحجم تمويلات ناهزت 30 مليون دينار، ويهدف هذا التمويل إلى التخفيف من تداعيات تأثر المؤسسات الصغرى المتعثرة بالمتغيرات الاقتصادية محليا ودوليا، ودعمها من خلال إعادة التمويل أو دراسة الجدوى أو توفير الاعتمادات لاقتناءات جديدة للمشاريع. ينطلق في 6 نوفمبر القادم التعداد العام 13 للسكان والسكنة ليعتمد لأول مرة على الوسائل الرقمية بما يمكن من جمع بيانات أكثر دقة. المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والسكنة فتح الحاج عمر: بالإضافات بالنسبة لهذا التعداد هي أن مشينا في الديجيتاليزاسيون، يعني فرقمنة التعداد من خلال بناء استمارة إلكترونية توضع على التابلت، تطوير التطبيق الخاصة بالاستمارة، يعني كان مجهود محلي بكفاءات من المعهد، التطبيق قادر على استيعاب أسس العمل، الخرائط الجغرافية وقواعد البيانات التي تتضمنها، تطبيق قادر على إدخال البيانات بالنسبة لكل أسرة وكل أفراد والخصائص الممكنة، قادرة على مدنا بالاختبارات ذات علاقة بالجودة في البيانات في الاستمارة، وقادرة أيضا أن تخزن البيانات على قاعدة بيانات مما يسهل معالجتها ونشر البيانات في الأجال المحددة. يشكل التبذير الغذائي في تونس خطرا متناميا على الإنفاق الأسري بعدما وصل شهريا إلى حدود 5% من معدل ميزانية الإنفاق، هذا إضافة إلى مخاطره البيئية والصحية. تقرير في الموضوع مع كوثر العرقوبي. خبز ومواد غذائية أخرى في المزابل وعلى قراعة الطرقات رغم الشكاوي المتزايدة حول ضعف المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار. يجيبوا الرز يلوحوا الكلاب، يجيبوا اللحم يعطوا له القطاط. أنا ما خشيتش ناخذ اللحم، وأنت جايب تعيش فيه غاديك. انقطاع بعض المواد تخلي المواطن يكون عنده لهفة، وقت اللي يلقى حاجة هو كان يلوج عليها في عود يشري حاجة لحاجته بها، يشري 3 و4 من نفس الحاجة. ويتصدر الخبز المواد الأساسية التي يقع إهدارها، تليه الحبوب ومشتقاتها، ثم الخضر فالغلاء، وفق مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك الزبير رابحة. عندنا الخبز تقريبا 16% من قيمة شرائات الخبز المعدل الاستهلاك يقع تبذيرها، تقريبا 10% من حبوب مشتقاتها يقع تبذيرها بعد الشراء. المرتبة الثانية خضر، الغلال في المرتبة الرابعة ب 6.5% و4.2% من قيمة شرائات المواد هذه. تقدير قيمة التبذير الغذائي لدى الأسر التونسية تقريبا مثل 5% من الميزانية المرصودة النفقات الغذائية، حوالي 17 دينار للأسرة في الشهر. وللتبذير الغذائي مخاطره صحية وبيئية، وفق منسقة مشروع الحد من التبذير الغذائي في منظمة إيطالية داليا مبروك. فما إجهاد للمائدة المائية، فما إجهاد للتربة، وفما دراسات عالمية تقول اللي الفضلات الغذائية تهلك مصدر متاع احتباس حراري كيف وكيف الكراهب كيف المصانع، على خاطر المواد هذيك تتخمر وتطلع غازات، غازات هذيك راهي غازات سامة للطبيعة وللبشر. لكن ما هي خطط الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لاحتواء هذه الأزمة؟ مدير عام الوكالة بدر الدين أصمرة يجيب: قاعدين نخدم خاصة مع المؤسسات السياحية والمؤسسات الصناعية، كون على الأقل هالنفايات هذه يقع استثمارها فيما بعد في التسميد أو في تحويلها إلى طاقة بيولوجية، ثم مشاريع من هذا النوع على الأقل نستثمر هذه النفايات. وتغييرات طفيفة في أنماط حياتنا وسلوكياتنا قد تسهم في حل مشكل التبذير الغذائي.
تجري الاستعدادات حثيثة لاستئناف النشاط التجاري بين تونس وليبيا عبر معبر راس جدير ببنغردان من ولاية مدنين سبت المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف تواصلت منذ شهر مارس الماضي وفق مصدر أمني بالمعبر. ويتواصل الإعداد لعودة الحركة التجارية المنظمة التي أوقفتها الجهات الليبية للقيام بأشغال تهيئة ممرات المعبر وصيانتها، وينتظر استئناف حركة الشاحنات التجارية وفق إجراءات تنظيمية سترافق هذه العودة. وأصدرت مديرية أمن منفذ راس جدير الليبية بلاغا بتوقيف وقتي لحركة المسافرين عبر بوابة ليبيا يوم السبت المقبل من الساعة 7 صباحا حتى 4 مساء، والاقتصار فقط على الحالات الطارئة وسيارات الإسعاف والوفود الدبلوماسية والحافلات من أجل إتمام ترتيبات افتتاح المعابر التجارية بالمنفذ، على أن يعود المعبر إلى نشاطه العادي في تأمين حركة تنقل المسافرين بعد الساعة 4 مساء من يوم السبت المقبل. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أهلا بكم من جديد في أخبار العالم. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 غارة على لبنان، استهدفت خصوصا ضاحية بيروت الجنوبية ومدينة النبطية، ما أسفر عن استشهاد 16 شخصا بينهم رئيس البلدية أحمد كحيل حسب حصيلة رسمية للسلطات اللبنانية. وفي المقابل أعلن حزب الله فجر اليوم أنه دمر دبابة إسرائيلية قرب الحدود في جنوب لبنان بواسطة صاروخ موجه. وكان الحزب أعلن في وقت سابق أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط بلدة القوزح من المسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة. كما قصف مقاتلو حزب الله بالصواريخ أمس مدينة صفد شمال إسرائيل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن إسرائيلية أصيبت جراء الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان واستهدفت عدة مناطق في الجليل. في الأراضي الفلسطينية المحتلة واصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة في جباليا شمال قطاع غزة، حيث نسف العديد من المباني، فيما أكد الدفاع المدني بالقطاع أنه لا قدرة له على انتشال عشرات الشهداء تحت الأنقاض وعلى الطرقات. وقد تزامن ذلك مع تحذير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من خطر المجاعة في غزة غداة إعلان الولايات المتحدة أنها نبهت إسرائيل إلى ضرورة تحسين توصيل المساعدات إلى القطاع. وفي الضفة الغربية واصل الاحتلال اقتحاماته الليلية، حيث أصيب طفل بالرصاص خلال اقتحام قوة الاحتلال مدينة سلفيت شمال الضفة، كما أصيبت فتاة بالاختناق وشاب برذوذ خلال اقتحام مخيم الجلزون. وفي بقية أخبار العالم، الإعلام الروسي والسوري يقول إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم لغارات إسرائيلية على مدينة اللاذقية. 9 غارات أمريكية بريطانية مشتركة تستهدف فجر اليوم مناطق عدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء وجنوبها، إضافة إلى منطقتي كهلان والعيلة شرقي مدينة صعدة. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يؤكد خلال استقباله في عمان نظيره الإيراني عباس عراقجي أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد ولن يسمح لأي جهة باستخدام أجوائه. وأخيرا، كوريا الشمالية تعلن أن دستورها بات يعتبر كوريا الجنوبية دولة معادية في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها الزعيم كيم يونغ أون في وقت سابق من هذا العام.
السابعة صباحا وأربع عشرة دقيقة بتوقيت تونس، التاسعة صباحا وأربع عشرة دقيقة بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألفة بشير ومرئيا عمر جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية. تقلبات جوية منتظرة بداية من ظهر اليوم، ووزارة الفلاحة توصي الفلاحين والبحارة بأخذ الاحتياطات اللازمة. إطلاق برنامج لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة بتمويلات ناهزت 30 مليون دينار. التبذير الغذائي في تونس ومخاطره البيئية والصحية المتنامية كان محور تقرير في هذه النشرة. وفي العالم، استشهاد 16 شخصا في لبنان جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.